اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحباء اينما كنتم، ارحب بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحباء في بغداد، واليوم بحلقه استثنائيه. هذه الحلقه بصراحه يعني تعتبر من الحلقات اللي المهمه بالنسبه لنا. الان طبعا السيد وزير الأستاذ بن كين ريكاني في أول يوم استلام منصب أو تسنم منصب وزير الإعمار والإسكان، وفي أول محطة إلى في هذا المكان تحديدا على مشروع طريق يوسفية بغداد اللي هو يعتبر واحد من أهم الطرق الرئيسة السريعة في بغداد لموضوعة بصراحة لموضوعة حل أزمة مداخل بغداد واللود اللي يكون على بغداد من مداخل الجنوبية. في أول يوم استلام مهامه في هذه الصورة ارتأى أن يكون ميداني، وإحنا بصراحة نحب الشغل الميداني ونحب الناس تطمئن من نشوف المسؤول ينزل للميدان وبالشارع. الغاية إحنا مو فقط إنه يعني نسولف عن قضية مشروع واحد، لا، عدة مشاريع المفروض يكون بيها زيارة ميدانية ويكون بيها حساب ميداني. في أول لحظاته تسنم منصب وزير، وفي أول يوم ما يروح للوزارة يروح للمشاريع، وهذه خطوة تنحسب بصراحة، تنحسب لأنه إحنا مفتقدين هذا العمل لمدة أعوام، على مدى أعوام، وبالتالي راح نرافقه بهذه الحلقة بوجود الميداني في طريق أو في مشروع اليوسفية بغداد، وبالتالي أيضا الرسالة مهمة، ونتمنى أن المشاريع تنجز، ونتمنى أن هالحكومة تكون جادة بعملها، ونتمنى أن الشخصية المناسبة في مكانها المناسب. من نقول الوزير يعني بخدمة الناس، الوزير مو فقط كرسي ومنصب وحمايات وإلى غيره، لا، الوزير لازم يكون ينصف بعمله، يكون ميداني بعمله، يكون مو صاحب مكتب بعمله. فهذه هي مسؤولية الوزير والوزارة، انه ما يكون كرسي ابدا. ونتمنى على كل الوزراء، مو فقط بن كين ريكان السيد الوزير الحالي، لا، على كل الوزراء انه الالتفاتة الى المشاريع والزيارات الميدانية والعمل الميداني بالميدان، يعني بالشارع. هذا هو اللي يخليك، أو هذا وحدة من الخطوات اللي إعادة بناء الثقة بين المسؤول والمواطن. المواطن على مدى أعوام ما شاف المسؤول نازل وياه، ما شاف المسؤول يسولف وياه، ما شاف المسؤول يمه وقريب منه ويستمع له، ما شاف المسؤول يحس بمعاناته، ما شاف المسؤول يكون قريب منه. لذلك إنه هذه خطوات ممكن إعادة الثقة، ممكن. صحنا بداية حكومة جديدة، وكل المواطنين يتمنون أنه إعادة إعمار، أنصاف الشباب، إيجاد فرصة للعمل، تشغيل المشاريع، إعادة البنى التحتية، فرص للمصانع وتفاصيلها، فرص للاستثمار، فتح الاستثمار على الدول أنه تجي تعمل بالعراق، وحال البلدان الأخرى، يعني حال البلدان الأخرى المتقدمة اللي ما تمتلك ثروات وإمكانية المادية اللي نمتلكها احنا بالعراق. بصراحة هذا واحد من المشاريع، هذا ممكن احنا راح نتجول ونشوفه اللي رافقه مع او برفقة السيد وزير بن كين ريكاني، اللي بتصريحاته وبتغريداته السابقة يعني انطى بعض التفاصيل، وقال هذه
بعض الأشياء أنه لازم تكون بهذا الشكل، بعض الوزراء يكونون بهذا الشكل. هسه هو صار استلم وزارة، وخلي نشوف العمل اللي راح يكون ويقدم للناس شنو. عموما طبعا احنا الآن بالانتظار، الآن يعني راح يكون بجولة في مشروع، يعني في مشروع اليوسفية بغداد، وأكيد راح نكون برفقته وبصورة ميدانية وبشكل ميداني. نتأمل ونتمنى أنه تكون هذه الزيارات زيارات منصفة، زيارات تكون للعمل الميداني، زيارات للمشاهدة الميدانية، زيارات تكون منصفة، وبالتالي شئنا أم أبينا الجزء الأكبر لازم يكون على الضغط على موضوعة المشاريع وتفاصيلها. طبعا مثل ما تلاحظون الآن توجه السيد وزير الإعمار والإسكان برفقة أيضا السيد مدير عام شركة حمورابي، وأيضا السيد مدير عام الطرق والجسور في العراق. يعني بهذه الصورة الحديث الآن عن إمكانية الطريق وأهميته بالنسبة للعاصمة. هلا استاذ علي، شلونك؟ انا عليك مبارك. يعني هم الامانه لازم يدخلون استاذي على الخط. هذه الصوره هذه اللقطات الان. الآن يعني بشكل أو بآخر عن مهمة إنجاز هذا المشروع وأهميته. بصراحة الدخول إلى بغداد أصبح، مداخل بغداد أصبحت منهارة، يعني بصراحة لا تسر العدو قبل الصديق. يعني مشكلة الخدمات بها معطلة، مشكلة إرادة المؤسسة الحكومية على مدى أعوام تعمل بشكل قليل جدا، وبالتالي هذه هي الصورة وهذه هي اللقطات اللي أمامكم مشاهدين الأحبة. الحديث عن إمكانية إنجاز العمل، وأيضا مرافقة المهندسين والكادر العمل اللي موجود في الشركات على مدى هذا الطريق للوصول إلى بصراحة إلى نقاط أساسية ممكن يكون موجود بها العمل الميداني. بالتالي الفرصة أمام بشكل أو بآخر عن إمكانية الدوائر الحكومية وما تقدمه. هذه الصور. السلام عليكم معالي الوزير، حياكم الله. بصراحة أهمية هذا الطريق لبغداد، الشركات اللي عاملة مستمرة بعملها، بعض التلكؤات اللي صارت، بعض التعارضات اللي صارت بشكل عام. عندنا شركتين تشتغل بمال الوزارة، شركة حمورابي وشركة آشور، يشتغلون بهذا الطريق، عندهم مقاولين وشركاء من القطاع الخاص. هذا الطريق بأهمية من مكان، حقيقة خلال عشرات السنين ما تم إضافة طرق إلى بغداد رغم الزيادة السكانية والزيادة الكبيرة في عدد السيارات، وأيضا ما تم إضافة مناطق إلى بغداد. أكو فلسفة خاطئة للأسف أنه إحنا نسوي مناطق جديدة وما نودي لها طرق. إحنا لازم نسوي العكس، من تفتح طريق هي راح تحيي المناطق الكل المحيطة بالطريق. دليل هذا كنت أقول لكل المستثمرين مثل ما قال السيد النائب اللي يجوني بالوزارة 2019 أشجعهم على هذا الطريق، تعالوا أخذوا استثمار. كان أتذكر سعر الدونم هنا 27 مليون، جيت في أول مرة قلت لهم إيش قد سعر الدونم القاع؟ 27 مليون. هسه 300 بعض المناطق واصلة 700 بالبداية، ف
فتندموا هسه لو صار في لهم مبلغ كان طلعوا المبلغ وبقى الطريق لهم بسيط. فالان ايضا ان شاء الله خطه الوزاره انه نفتح طرق جديده الى اماكن جديده حتى تحتي هاي المناطق ونساهم في فض ازمه السكن الخانقه في بغداد. هذه مشكله العراقيين كلهم يعانون من ازمه السكن. اي يراد لها شغل كبير هذا الموضوع. طبعا بشكل او باخر ايضا الشركات الحمورابي وشركه اشور هذه ايضا فرصه للعمل الجدي اذا يكون اكو عمل جدي لقضيه وجود الرؤية الحقيقية والمشاريع اللي فعلا تحتاج إلى إحياء وإلى أهمية. بالتالي الزيارة الميدانية هي أيضا ذات أهمية بالنسبة لهذه الأعمال وهذه المشاريع. إذا كانت أكو جدية بالعمل فعلا فبالتالي زيارة المشاريع والاطلاع على المنجز اللي موجود هذا بحد ذاته أيضا جانب مهم بالنسبة لمن يكون جدي في عمله. هذه أيضا الصور واللقطات اللي تلاحظوها طبعا الآن المهندسين اللي موجودين بشكل أو بآخر. هذه الصور عملية إكساء وأيضا العمل المستمر بهذا المشروع. أيضا نعم مشاهدينا الأحبة طبعا الآن بشكل أو بآخر السيد وزير الإعمار والإسكان الآن بزيارة ميدانية أيضا للجسر. الجسر اللي يمتد طبعا أستاذ حازم رئيس مهندسين راح يحدثنا بشكل عام عن هذا الجسر لأنه احنا سبق وأجينا ما كان بهذه الصورة. حياك الله. حياكم الله. السلام عليكم. صحتك. الله يسلمك. زين. طبعا رافقناكم من البداية يعني قبل أشهر وطلعنا على مراحل الإنجاز اللي موجودة بالمشروع. الآن السيد وزير الإعمار والإسكان قبل ما يعني يكون بالوزارة اجى بزيارة ميدانية لأهمية هذا الطريق من الجانب الهندسي من جانب التفاصيل الأخرى اللي تحدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا حضراتكم وهاي الزيارة الميمونة للسيد الوزير واللي تثبت أهمية المشروع من خلال أنه في أول يوم مباشرة هو واكب هذا المشروع. أنه كان هو في بدايته في النوبة السابقة كان مواكب له ويدرك أهميته مقدار يعني ما يوفره من خدمات لمحافظة بغداد. إن شاء الله احنا وصلنا على مراحل وشارفنا على النهاية وزيارتكم السابقة شفتوا المراحل المستمرة لكن إن شاء الله هسه احنا على وصلنا يعني الخطوات النهائية. فهذه تقريبا واحدة من صبات الختامية للجسر هو هذا الجسر الخروج من الجسور الأساسية اللي تربط طريق الدورة خروجا باتجاه الجنوب وعندنا الجسر الثاني كمل إن شاء الله والمراحل الإنجاز مستوفية تقريبا ومراحل الفينيشينج والتأثيث النهائية للمشروع. الطريق بالنسبة للطريق احنا الآن أهم شارفنا على النهاية ممتد وسالك حاليا لكن احنا مراحل الفينيشينج هي تستمر وان شاء الله موعدنا نهايه السنه. نعم. بالنسبه للتعارضات وموضوعها يعني تم حله الامور ماكو الان جهود جباره بذلت بموضوع التعارضات وتكاتفت كل الحقيقه الاطراف والوزارات وبعنايه رئاسه الوزراء وامانه مجلس الوزراء ودور كبير حقيقة للسيد مدير عام طرق وجسور وبقية المدراء العامين تذليل هاي العقبة اللي كانت عقبة رئيسية بإنجاز العمل والحمد لله أنجزت. الآن احنا بنهاية المشروع أو وسط المشروع أكو بعد امتداد لهذا المشروع؟ هذا المشروع هو عبارة عن جزئين نسميه احنا المرحلة الأولى اللي هي تقاطع جنوب بغداد طوله تقريبا إجمالا كطول إجمالي كيلو لكن هو حوالي 7 كيلوات ضمن حوالي 5 جسور، جسرين الرئيسيين ذني الدخول والخروج اللي
هذا واحد من عندهم اللي هو الآرثري، خروج من الدورة باتجاه الحلة ودخول من الرمادي أو بغداد باتجاه الدورة. ذول وحدهم حوالي 1400 كيلو، فضلاً عن عدة جسور تحتية، ثلاثة جسور. هاي المرحلة الأولى. حازم 1400 كيلو؟ لا 1400 متر طول جسور، عفواً احنا متعلمين على الكيلو. للتصحيح. ايه 1372 بالضبط أطوال الجسرين ذول فقط. المرحلة الثانية اللي هي طريق دوريوس بالتسمية الأساسية 14900 كيلو متر، فيكون المجموع الإجمالي نقدر نقول يعني 15 كيلو. 15 كيلو الآن متواصلة، متواصلة أعمالنا، فينيشينج، أعمال أكتاف، أعمال تخطيط، تنقيط، علامات، إنارة. حياتي سلام. حياكم الله. حياتي وسلامة لك يا طيب. الآن أيضا يعني بشكل أو بآخر يعني والحديث بموضوعة الجسر أو موضوعة الطريق اللي بصراحة اللي بمعاناة اللي أزهقت أرواح به على مدى أعوام، ونتمنى أنه أكو فرصة للعمل الجدي. يعني هذه أمنيتنا كعراقيين، يعني إحنا ما عدنا إلا أنه نتأمل ونتمنى أنه العمل يستمر ومشاريع في بغداد تنجز ومشاريع في كل محافظات تنجز. حياك الله استاذ. شلون عافيتك؟ شخبارك؟ الله زين. الله يسلمك. امورك؟ الله يخليك. جدا يعني سعداء اليوم نكون وياكم لأهمية الطريق السيد معالي وزير العمارة والإسكان، انه تواجد بشكل ميداني، وهذا سبق وتحدثنا به انه الزيارة الميدانية هي اللي تجيب لنا العمل، هي اللي تكون قريبة للعمل، تكون قريبة للمهندس للعمل بشكل عام. لأهميته كانت الزيارة او لمراحل الإنجاز اللي اكتملت. نعم. طبعا اليوم تشرفنا بزيارة معالي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأستاذ بنقير ريكاني، وطبعا هذا اليوم الأول اللي مباشرته في الوزارة باشر في هذا المشروع، وكانت زيارته لهذا المشروع تدري هذا المشروع لأهميته الاستراتيجية، يفك اختناقات في مدينة بغداد، يربط منطقة سريع الدورة مع طريق المرور السريع رقم واحد بسبب الزحامات الموجودة في بغداد. هذا المقطع راح يخفف الكثير من الزحامات اللي موجودة في هذا المقطع. طبعا نسبة الإنجاز نسبة تجاوزت 93%. بالنسبة كشركة آشور تم إنجاز مقطع شركة آشور بالكامل. بالنسبة لبقية الشركات، شركة حمورابي وشركة الصيفي إن شاء الله بالمراحل النهائية. طبعا كشركة آشور قمنا باستيراد فارشات خاصة للإسفلت، فارشات فوغل منشأ ألماني موديل 2022، وهي تعتبر أحدث فارشات إسفلت حاليا بالعراق، تم استيرادها خصيصا لهذا المشروع لأهميته. بعد إنجاز مقطعنا لشركة آشور قمنا بإكمال أعمال الطبقة السطحية لشركة حمورابي وشركة الصيفي. إن شاء الله تشوفون العمل مستمر في جميع المقاطع ومفتوحة جميع الفقرات. إن شاء الله خلال شهر ينجز المشروع بالكامل وخصوصا الطريق الرئيسي. يفتح بشكل رسمي. إن شاء الله يفتح بشكل رسمي. واليوم زيارة معالي السيد الوزير ركز على الاستمرار بالعمل بشفتين حتى نقدر يفتتح المشروع خلال شهر إن شاء الله. طيب خلينا نغادر موضوع بغداد، نتجه إلى المحافظات. العمل بالمحافظات شنو وضعه حاليا؟ عندكم بعض المشاريع اللي يعني كطرق كجسور أيضا على حيلت على شركتكم الآن، يعني بالمحافظات أكو عمل؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد طبعا. إحنا كشركة آشور عندنا أكثر من 24 مشروع، مشاريع استراتيجية بالمحافظات موزعة بين في جميع محافظات القطر، في كربلاء، في النجف، في العمارة، في الناصرية، في بغداد، تحويلة المحمودية. طبعا مشاريعنا الحمد لله كشركة آشور لا يوجد لدينا لا مشروع متلكئ ولا مشروع متوقف. جميع المشاريع برنامج تقدم العمل الفعلي هو أعلى من برنامج تقدم العمل المخطط إليه، وخصوصا التركيز طبعا من دائرة الطرق والجسور مشكورين، التركيز على طرق الموت الموجودة حاليا في المحافظات. 90% من هذه الطرق أحيلت إلى شركات ومن ضمنها شركة آشور، والعمل ماشي بها على قدم وساق. موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا
نص دقيقة مو هواي. نص دقيقة براحتك براحتك والله براحتك براحتك. أنا جدا ممتن. لا حبيب ما تقدر تعوفني. شكرك يا حبيب. الله يسلمك. شخبرك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا اليوم حتى باختصار ما نعطلك عن موضوعك بشكل أو بآخر لأهميته كانت الزيارة أم لنسبة الإنجاز المتقدمة كانت زيارة السيد الوزير؟ يعني هي رسالة مهمة ورسالة يعني بصراحة تضيف على كاهننا مسؤولية كبيرة زيارة معالي الوزير ومباشرة في هذا المشروع. يعني بصراحة هي دليل واضح وجلي على مقدار الجدية والاهتمام اللي يولي معالي لهذا الطريق ولكل مشاريع الوزارة. يعني أيضا هو حافز إنك كوادر الوزارة وكذراع تنفيذي للرؤية اللي يعني يضعها مع الوزير لرسم سياسة الوزارة. يحافز إنه بأن نبذل غاية مجهودنا وكل كوادرنا من أجل يعني أن يكون إدخال هذه المشاريع إلى الخدمة في أسرع وقت لحاجة المواطن الماسة ولحاجة العاصمة بغداد إلى هكذا نوع من المشاريع. بارك الله بكم. شكرا لك. شكرا. تحياتي. الله يبارك فيك ويسلمك. طبعا الحديث بهذا الجانب تحديدا ايضا الاخوه السيد النائب ايضا بوجوده بهذا المكان مع برفقه السيد الوزير ايضا كجهه ايضا تشريعيه او رقابيه. حياك الله سياده النائب. شلونك يا حبيب؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. بارك الله بكم وقواكم الله بوجودكم الآن بهذا الطريق اللي تسمى طرق الموت. كثرة عندنا طرق الموت راحت هواي بها ناس. وكجهة أيضا رقابية وتشريعية موقفكم من العمل الآن بهذا المكان تحديدا؟ طبيعي هذا الطريق من الطرق المهمة وهو طريق سريع يربط ما بين طريق بغداد بصرة ومركز مدينة بغداد. هذا الطريق بطول 14 كيلومتر مخطط إلى منذ قديم الزمان يعني من عام الثمانينات ولكن للظروف التي مر بها البلد لم يتم إنجاز هذا الطريق. في عام 2019 باشرت وزارة الإسكان والإعمار بعد إقرارها في موازنة عام 2019 بإكمال هذا الطريق. وهذا الطريق سوف يكون يعني يقتل الازدحام الموجود على مدينة بغداد من ناحية المحافظات الجنوبية. إضافة ذلك من المتوقع أن تكون هنالك مدن سكنية على هذا الطريق لأنه حتى يفتح العمل والازدحام الموجود داخل بغداد. إضافة إلى ذلك ممكن إنشاء كثير من المرافق السياحية على هذا الطريق. إضافة إلى ذلك هنالك أيضا خطة لوزارة الإسكان والإعمار بأن تعمل مدن مجاورة لبغداد لفك الاختناق في السكن. هذا الطريق سوف يكون مفتاح لهذه المدن إن شاء الله. في هذه المناطق سوف تكون هنالك نهضة من ناحية الإعمار والإسكان. المواطن اليوم يبحث عن حلول بصراحة بعد أنه تعب وأنهك وعندنا مشاريع متوقفة ومتلكئة وأموال سرقت باسم المشاريع. كجهة أيضا تشريعية ورقابية الموقف الآن يعني ملفات الفساد تفتح ملفات الفساد موقفكم داخل قبة البرلمان شلون؟ أكو تعاون مشترك لو صعوبة؟ نعم الحكومة الجديدة برئاسة السيد السوداني أول ملفاته هي القضاء على الفساد محاربة الفساد. أيضا الشروع بإنشاء مشاريع استراتيجية مهمة لسحب البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة لكثير من شبابنا العاطلين. إضافة إلى ذلك أيضا هنالك يجب أن تكون خطة استراتيجية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي. احنا تعرف الواقع الاقتصادي مالتنا يعتمد فقط على النفط مبتعدين عن القضايا الصناعية. يجب أن نفتح هناك قنوات صناعية قنوات سياحية أيضا للسكن. كل هذه الأمور يجب أن تفتح من أجل إيجاد أولا فرص عمل، اثنين أن يكون هناك تنوع بالاقتصاد العراقي وليس الوقوف على مرفأ واحد وهو النفط. إضافة إلى ذلك يعني عملية الفساد المستشري منذ عام 2003 ولحد الآن يجب أن تكون هناك خطة لمحاربة هذا الفساد. يعني السيد رئيس الوزراء بدأ ابتداء من استرداد الأموال المنهوبة محاسبة الفاسدين الذين قاموا بسرقة الأموال. إضافة إلى ذلك هنالك خطة أيضا للتعاون ما بين التشريعيين والتنفيذيين. يعني قبل كانت هناك دائما وجود مشاكل ما بين مجلس النواب والحكومة، الآن أتوقع هنالك تناغم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد الحلول المناسبة. شكرا جزيلا.
تحياتي تحياتي، السلام لك يا طيب. طبعا الحديث على موضوعة الملفات الفساد وتفاصيلها، إلى أنه التوجه الحكومة بشكل أو بآخر إلى قضية المشاريع، هذه كلها محطة اهتمام المفروض الدولة الآن. مثل ما قال السيد النائب، أكو تناغم بقضية الحكومة وقضية أيضا السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا اللي بصراحة مطلوب. احنا على مدى أعوام، احنا كمواطنين على مدى أعوام نذب اللوم على المؤسسة الحكومية، لأنه هي من جانبها تقديم الخدمة للمواطن. أنا أتحدث عن قضايا ممكن اليوم بهذا المشروع تخص الناس، طريق الموت، يعني طرق الموت عندنا هواية، وراحت عندنا شباب، وراحت عندنا ناس هواية بسبب الطرق. لذلك أنه من يكون أكو توجه لقضية مشاريع، فإحنا من المواطنين نساعد ونساهم ونكون موجودين لتقديم الخدمة للناس بقدر المستطاع. لكن المؤسسة الحكومية عليها الجانب الأكبر، هو شلون تقدر تقدم الخدمة للمواطن في ظل ظروف صعبة. هذا الطريق السريع، يعني الآن مثل ما تلاحظ يعني علي بهذه الصورة، هي الطرق هي مشكلة. يعني الآن احنا المشكلة هي قائمة بصراحة، لكن حين يتم فتح الطريق وفتح هذا المشروع بشكل رسمي ممكن يكون اكو تغيير. الان مرحله الصب طبعا للجسر، ويعتبر ايضا هذا الجسر مهم جدا بقضيه ايضا بالمواصفات اللي تحدثوا بها الاخوه المهندسين بشكل او باخر عن اهميته وعن مواصفاته وعن نسبه الانجاز، نسبه انجاز المشروع بشكل او باخر. طبعا زار السيد ايضا الأمين العام لمجلس الوزراء سيد حميد الغزي، وأيضا زار أعضاء مجلس النواب عدد منهم بوجودهم يعني ضمن السلطة التشريعية. يعني الشركات، مدراء الشركات الحمورابي وشركة آشور أيضا بتواجد ميداني لأكثر من حلقة، كنا معهم في هذا المشروع لغاية إنجازه بهذه الصورة. والله طبعا بصراحة احنا كنا برفقة السيد الوزير والسادة المدراء العامون، وتحدثنا عن الطريق وتفاصيله، والآن أيضا جزء مهم جدا نتحدث به عن قضية الصب، الحواجز الكونكريتية اللي موجودة على الطريق السريع. بالتالي يعني بشكل أو بآخر احنا يعني ايضا نوصل رساله ونوصل صوره الى الساده ممثلي الشعب في قبه البرلمان. وجودكم مع الناس ضروري، وجودكم مع الناس ووجودكم مع بالمشاريع ومراقبتها ومتابعتها ايضا ضروري موجود، ويكون قريب يعني قريبين من هذا الحدث اللي هو موضوعة المشاريع وتفاصيلها. طبعا راح ينافقون الأخوة الأستاذ سلمان وأيضا الأستاذ مهندس حيدر، نسولف بشكل عام عن الكتل أو القواطع الكونكريتية اللي موجودة على الطريق السريع، وأيضا بها تفاصيل، بها مواصفات، آلية العمل شلون، نسبة إنجازها أيضا على الطريق اشقد ممكن. هذا كل التفاصيل نعرفها من الاخوه اللي موجودين طبعا المهندسين. حياكم الله مره ثانيه كلكم، وحياك الله استاذ حيدر. اهلا وسهلا ان شاء الله زين. مرحبا، اهلا. اليوم رافقناكم بصراحه لانه السيد الوزير اول ما باشر اجل المشروع، وانا سالته قلت له مباشرتك بهذا المشروع؟ قال لي اهميته. الاهميه بالنسبه لهذا المشروع بشكل او باخر من الجانب الهندسي، من جانب الميداني المستمر، وايضا نسبه الانجاز الان اللي احنا واقفين بقرب هذه المسافه، شنو القواطع هذه الكونكريتيه، تفاصيلها، تفاصيل المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. طريق دوره يسفيه من الطرق المهمه اللي يربط طريق رقم واحد المرور السريع اللي يربط البصره ببغداد،
يربط بين طريق رقم واحد وطريق سريع الدورة. هذا الطريق يفك الاختناقات المرورية عن مداخل عن مدخل بغداد، مهم جدا. كلفت به شركتنا وهي شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية، ولكن لسرعة التنفيذ بأسرع ما يمكن اضطرينا نستعين بشركات رصينة، منها شركة حكومية شركة آشور للمقاولات، شركة الصيفي، وشركة غدق الطبيعة اللي جاي تنفذ تقاطع جنوب بغداد. المشروع رافقته معوقات كبيرة جدا، منها تعارضات الكهرباء، الري. بالتالي يعني حسب المواصفات اللي تعملون بها كمواصفات عالمية، مواصفات محددة أو محدودة نوعا ما ضمن شركاتكم أو عملكم، لو تشتغلون الآن بطريق يحمل المواصفات العالمية، طريق دورة يوسفية طبقت به أحدث المواصفات العالمية، طريق متكامل، أي تقنية جديدة تدخل العراق طبقت في هذا. مثلا الطبقة السطحية كانت باستخدام البوليمر، يعني محسنات القير، حتى نحافظ على عمر التبليط، إضافة إلى أنه حتى الطبقة اللاصقة بين الطبقات التبليط أول مرة تستخدم بالعراق، وهي طبقة الإيميليشن، طبقة المستحلب، يعني طبقة المستحلب، تم تجربتها ونجحت نجاحا باهر بهذا المشروع. هذا المشروع استخدمت به آخر ما توصلت إلى المواصفات العالمية من التقنيات، من الآليات، بحيث حتى شركة آشور مشكورة استوردت فارشات حديثة خاصة لهذا المشروع. فالمواصفات اللي تطبق بالعالم بأمانة طبقت بهذا المشروع. أستاذ حيدر خليك ويانا، وأيضا أستاذ سليمان حياك الله حبيبي. أستاذ شو أخبارك؟ قواكم الله. حياك الله. ساكم ما تعبون. أهلا ومرحبا. بصراحة حتى نعرف حضرتك أستاذ سليمان مهندس المقيم للمشروع. نعم للطريق. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا ومرحبا. ما تعبون. الحمد لله. حتى شوي وإحنا نتمشى للآليات، تحدثنا أيضا عن قضية. عادي إحنا الآن بصراحة بشكل ميداني. أستاذ سليمان المهندس المقيم عنده يمكن معلومات هي اللي تخص الطريق. الإنجاز وصل 93%. المتبقي من الأعمال أعمال التأثيث اللي هي تشمل إنارة الطريق، الأسج الباور كيرب أو الحاجز الخرساني، العلامات المرورية وعلامات جسرية، هاي الأعمال التأثيث هي فقط المتبقية، وإن شاء الله تنجز، يعني خاضع للفحوصات والشهادات الفحص تكمل وإن شاء الله ينجز المشروع بالكامل. بس ظهرت عندنا حاجة، يعني نتيجة التوسع السكاني حول الطريق ظهرت عندنا حاجة إلى جسور مشاة حتى لا تصير حوادث مرورية بالمستقبل، وكذلك تقاطعات مجسرة، لأنه الطريق السريع طبعا هذا الطريق نفذ بمواصفات الطريق السريع الدولي رقم واحد اللي يربط من طريبيل إلى صفوان، نفس المواصفات مالته. ظهرت حاجة إلى إنشاء تقاطعات مجسرة، تم إعداد جداول كمياتها من قبل دائرة الطرق والجسور. نأمل من الجهات المسؤولة أنه تخصص هذه المبالغ حتى نستمر نكمل المشروع ويؤدي الخدمة المرجوة من عنده إن شاء الله. طيب المنطقة أو بغداد في توسع سكاني، وسيد الوزير أيضا يعني منتبه لهذه النقطة تحديدا أو الملاحظة، إيش قد يحتاج هنا تقريبا جسور مشات؟ يحتاج بعد حاليا نحتاج 2 جسور سوينا جداول كمياتها. هاي المنطقة اللي تربط حي آسيا بحي قرارة اللي على جانبي الطريق، بعد عندنا بالكيلو 10 مناطق سكنية بدأت تتوسع وأكو مدارس، فهي طلب إنشاء جسر مشاة. عندنا هناك طريق يربط المنطقتين على جانبي أبو تشير، يسموها المجازر الدواجن، وهاي طريق حيوي تابع للمحافظة، هذا يراد له تقاطع مجسر حتى لا تنقطع الحركة عنه.
الان احنا اللي يقومون به الاخوه الان الكتل الكونكريتيه اللي باور كيربر الحاجز الخرساني هذا حتى يحدد الحركه ويمنع يعني الحركه على الجوانب الجزر الوسطيه الجوانب الاخرى من الطريق يحدد مسارات الطريق. بالمناسبه من ضمن اعمال التخطيط من ضمن اعمال التاثيث التخطيط الطريق لازم يعني ان شاء الله نباشر بها حاليا. انا قبل شوي سالت قلت انه هذا بي طريق اناره بي علامات مروريه راح تكون بي مواصفات يعني فسفورات وهالتفاصيل هذه هاي موجوده على جانب الجانب الدوائر المرور وامانه بغداد. لا لا كلها من ضمن جداول كميات المشروع ومواصفات الطريق السريع الدولي والعمل جاري بها حاليا، بس نحن حاليا بدنا نفحص المواد وناخذ شهادات فحص ونستمر بها ان شاء الله. زمان احنا عندنا مشكله يعني مشكله عدم السيطره على الطرق الخارجيه، اي بمعنى اخر ما عندنا امكانيه انه نمنع سيارات الحموله مثلا اللي شايله حمل اكثر من اللازم مثلا، وهذا يمكن دمر الشوارع اغلبها. اكو اليه جديده لهذا الشارع لو حاله حال الشوارع الاخرى؟ والله من يعني بصراحه من المفروض انه اولا سيطرات انه توقف السير الاليات عليه وتسبب احاديث بالطريق هاي يفترض نشوف حل لها، يعني ما تصير سيطرات تصير مرابطات يعني بهاي المنطقه. كذلك الحاجه الى انه اكو تظهر عندنا حاله سلبيه جدا يعني انه بعض ضعاف النفوس من يعني المواطنين يرمي انقاض على سطح الطريق واحنا بدنا نشتغل يعني ايه، فنأمل من القوات الأمنية رصدهم والتعامل معهم يعني. يعني هذا والله هي مشكلة هي. ايه هذا يطلب من الجهات الأمنية، فاتحنا الجهات الأمنية، احنا ما عندنا يعني يعني سلطة عليهم صراحة، احنا بدنا نشتغل ننفذ الطريق يعني، وفاتحنا الجهات الأمنية هي المسؤولة على المنطقة انه ترصدهم وتتعامل وياهم وتمنعهم من رمي الأنقاض على الطريق. استاذ حيدر قضية السيطرة على الطريق، يعني الشركة شركة حمورابي مثلا أو شركة آشور عندها إمكانية أنه تتعامل مع آلية عمل مع المرور مثلا تسيطر على الطريق يعني بموضوع الحمولة أثناء التنفيذ احنا يعني ننفذه حسب المواصفات، لكن الطريق لما يكتمل تستلم دائرة الطرق والجسور وهي اللي تصير منسقة مع المرور. احنا اللي علينا هنا بهذا المشروع طبقنا كافة المواصفات واستخدمنا بالطبقة الأخيرة الطبقة البوليمرية اللي هي تمنع تأثر الأسفلت ونتيجة حرارة الجو ونتيجة الأحمال، لكن تبقى الأحمال أيضا تؤذي الطريق. ضرورة السيطرة على الحمولات، ضرورة تفعيل محطات الوزن وهي مهمة جدا يعني على هذا الطريق. أستاذ حيدر أكو طرق على هذا الطريق تحديدا خصصتوا أماكن لقضية أنه الميزان وتفاصيل احنا نقول على مستوى العراق العفو احنا نقول على مستوى العراق إذا تحدد الوزن على محطات الوزن تفعلت هي الحمولات راح تكون في كل مكان هي مسيطر عليها، يعني ما أسوي لي محطة وزن على مود الطريق دورة، احنا نفعل هي محطات الوزن ما شاء الله موجوده ومنتشره لكن لا ما تفعلت لحد الان. اذا تفعلت هاي محطات الوزن بالشكل المضبوط تحافظ على كل الطرق بما فيها هذا الطريق. هذا في اي دوله من دول العالم استخدم المواصفات لا تسيطر على محطات الوزن يتاثر الطريق. احنا هنا استخدمنا مثل ما قلت لك الماده البوليمريه اللي هي تطول عمر الطريق لكن فد شيء يظل بأحمال قاسية على الطريق ودرجة الحرارة العالية ممكن هم يتأثر، احنا جاي نراهن ان شاء الله ما يتأثر. طيب المواصفة اللي موجودة بالطريق السريع الان اللي احنا موجودين به والطريق الاخر الموازي الخدمي نفس المواصفة؟ لا 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 طبعا هذا احمال ذاك لاستخدام المنطقة يعني ما بي عليه ما يكون عليه اي احمال، فالمواصفات اللي هنا تختلف عن مواصفات الطريق الخدمي، الطريق الخدمي مو اكثر من ما نعبده لاهل المنطقة يبتعدون ما يدخلون على المرور السريع حتى ما تكون حوادث. اما مواصفات لا مواصفات المرور السريع هنا السايدين الرئيسيات مواصفات عالمية وإن شاء الله يكون يعني ما بعمر أطول
بس نقدر نسولف نفس الشيء شغلة الأحمال، إذا مو السيطر عليها طرق العراق بالكامل تكون في مأمن. هذا اللي نتمناه إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله استاذ، شلونك الحبيب؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا. تعبتكم؟ لا بالعكس، حبلونك. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. مرحبا، حياك. عرفنا عن انا هاشم حسن من شركه الصيفي اللي عامله بهذا المقطع. حاليا احنا اعمال التاثيث محاله علينا احنا نشتغل بها، وخاصه اللي تعنى بشنو؟ في مجال التاثيث كله، من الباور كيربر للسياج الواقي الى التخطيط الى الاناره الى العلامات المروريه. جي. هذه ضمن مسؤوليه عملكم. نعم. الان عملكم شنو تقريبا نسبه انجاز اكول؟ طبعا احنا عندنا نسبه انجاز متقدمه كلش في مجال السياج الواقي. جي. اللي هذا هو يمنع دخول الاشخاص وال اي واحد على الطريق السريع، يعتبر حاجز امني هنا حتى يحافظ على سلامه الماره وسلامه السيارات الماره منها. واحنا دا نشتغل ضمن مواصفات عاليه جدا، وعندنا معدات واليات حديثه بهذا المجال. واحنا شركتنا متخصصه باعمال التاثيث الطرق، عندنا في مجال الصبغه عندنا سيارات واليات حديثه جدا، يمكن الاولى الموجوده بالعراق ما عندها. حتى في مجال التكنولوجيا الحديثه دخلنا بها، يعني مثلا عندنا روبوتات حديثه تعمل على تخطيط الطرق، يعني ما احنا اول من جابها للعراق تقريبا. ومعداتنا الاليات مال الصبغ معدات حديثه جدا ومتطوره. هسه راح اخذك الجانب، خل نروح شويه لقيم كردستان. شوارعها مختلفة، اهتمام بالطرق وتنظيمها مختلف. عندكم هذه الرؤية بالمستقبل أن يكون طرق مخططة مثلا على هذا الطريق تحديدا؟ أعمالكم مستمرة لو مجرد أنه مشروع انحال وبعد؟ احنا شركتنا يمكن شركة القارية وشركة الصيفي اللي هي لازم هذا المشروع من بداية تأسيسه. احنا اشتغلنا في مقطع من بداية مقطع 7 واشتغلنا من بدايته 8+100. نعم، نهاية المقطع بالكيلو 8+100 مقطع شركة الصيفي، الى نهاية المقطع الكيلو 14.900. هذا هم ضمن شركة الصيفي. نعم، بس بشرافكم يعني لازم. نعم هو وبعدين صار احيل علينا موضوع التأثيث. فاحنا شركتنا يعني كل المختصين اسمه يشيدون بأدائها، واحنا مواكبين التطور في مجال العالم في مجال الطرق وتاثيثها والعمل عليها. يعني موفقين الله يوفقك ان شاء الله. وعندنا نريد يعني بس احنا نريد شويه انه نوضح للمشاهد الكريم انه سبب تاخر انجاز المشروع. المشروع انحال بال 2014 المباشره ب 1/1/2014. ظروف البلد من 2014 الى حد كورونا وانتهاء الازمه توقفت المشاريع. فاحنا يعني بتقريبا بالشهر الخامس من عام 2020 كانت نسبه الانجاز 8%، وياها تعارضات من مع مختلف قطاعات الدوله، النفط، المجاري، الكهرباء، الموارد المائيه، انهر، مبازل، مواطنين. نعم، مشيدات، مزارع، هاي كلها تطلب جهود مضنيه. يعني انه تعد كشوفات ويا هاي القطاعات الدوله الاخرى وتزيلها يلا تقدر تفتح مسار الطريق. هذا الحكي صار كله بعد 2020. فخلال سنتين تمكننا بايصال نسبه انجاز المشروع، طبعا بتضافر كل الجهود اللي عامله الطرق والجسور، دار الطرق والجسور ويا الشركات المنفذه، شركه حمورابي، شركه اشور، شركه الصيفي، تضافرت كل الجهود وقدرنا نوصل بنسبة الإنجاز من 8% إلى 93%، وإن شاء الله ينجز يعني عن قريب جدا. يعني إن شاء الله موفقين. إن شاء الله. زين، عندكم تعامل مع المواطنين بالمنطقة؟ لأنه أنت مهندس مقيم، يعني نعم. تمر عليك هذا يعني قضايا التعارضات وتفاصيلها. أكو تقبل يا بأنه هذا الطريق عام وراح يصير هذا الشكل وراح تفتح لنا مشاريع؟ كبير من المواطنين متقبل، وبالعكس هو يعني الحياة الاقتصادية لهم يعني ازدهرت بسبب فتح هذا المسار. يعني هنا بس حتى تكون بالصورة، السعر الدونم كان على الزراعي على جانبي الطريق كان بحدود 25 مليون، حاليا 350 إلى 400 مليون سعر الدونم. انفتحت السكن على جانبي الطريق، يعني توسع سكاني مثل ما اشار السيد معالي السيد الوزير. الطرق الخارجيه، اذن استاذ حيدر، مهندس حيدر، هذا ضمن يعني عمل الشركه. الطرق السريعه تكون عليها حاجز يصد موضوعات الحيوانات وتفاصيل هذا
عبور التفاصيل قضية الحيوان. هذا هنا ما استخدم لأنه مناطق سكنية والحاجز الكونكريتي يفي بالغرض في هذه المنطقة. المرور السريع لا موجود هو أكثر شيء ذاك يمنع تكرمون الحيوانات من العبور. هنا مناطق سكنية يعني تقريبا معدومة بها هاي فما موجود بيه فقط للأشخاص. الباور كيربري يكفي أستاذ، العفو، الباور كيربري يكفي. هناك تدري خارج الحدود البلدية ممكن حيوانات ممكن سيارات فنحتاج إلى نيو جيرسي بعد شوي يكون أعلى يعني بارتفاع متر، هنا ارتفاع 80 سنتيم. احنا اليوم كان اجتماع ويا جماعة الأمانة حتى نعطي رونق للمشروع، راح يساهمون بتنظيف هاي المناطق اللي على جانبي الطريق، يعني زحمة ينفتح الطريق بهيجي جمال وشكل واللي جوانبه تكون تعبانة، فراح اجتماع وياهم ونساعد من عندنا ومن عندهم إن شاء الله نحاول نطلعها بشكل مضبوط. يعني سات الله جدا ممتن تعبتكم وهواي طلعتكم من يعني وانتم عملكم ميدان إن شاء الله. ربي يحفظكم جميعا. أستاذ حيدر تحياتي حبيبي، تحياتي أستاذ سليمان حبيبي. نعم مشاهدين الأحبة، طبعا احنا من نسولف في هذه التفاصيل من نكون ميدانيا لنقل صورة واقعية عن الطريق، بصراحة لإرسال رسالة مهمة يا مواطنينا يا أحبتنا أصحاب الحمولات العالية. لازم أيضا الدولة تأخذ هذا الطريق بجدية أكبر بقضية القانون وتطبيق القانون على الجميع. تقبلوا ودي واحترامي، أنا محدثكم أحمد ركابي والزملاء اللي رافقوا اليوم بهذه الحلقة الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم باكر بخير وسلامة، وواحد من الناس يوميا على زاغروس تي في الساعة 9 الصبح والإعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.